الامور اللي لسه جدد دي هتخليني اعيد حساباتي من اول وجديد. اصل البت رشا دي هي الخطر الحقيقي، مش نسرين وجوزها. بت سهنة، بت عرفت تبلفه كويس قوي وتاكل بحق له حلاوه، وهو مصدقها عشان مش حاطه عينها على جيبه. اخويا وانا عارفاه طول عمره اناني وبخيل، ما بيحبش غير نفسه وفلوسه. بنت يا هالة، خلي عندك شوية دم وروح زوري خالك، وإذا لقيتي اللي اسمها رشا هناك يعني خديها تحت باطك، فسحيها يا حبيبتي، وديها الأوبرا، وديها الباليه، وديها المحافل الثقافية اللي بتقولي عليها دي، ما هي مثقفة زيك وبتعمل دراسات زفت. أمال مخفى أخوكي فين؟ أما أشوفه. ألو، أيوة ياسين، أنت فين؟ بجد؟ يا حبيبي، أيوة كده شاطر. بقول لك إيه، سلم لي على خالك قوي قوي، قول له أنا جاية له بكرة إن شاء الله. ورشا إذا كانت عندك بوسها لي من هنا ومن هنا، وقول لها عمتك بتبوسك يا حبيبتي. اتقرب لها، اتلحلح شوية، ابهرها بشخصيتك الدافعة. حاضر يا ماما، حاضر يا حبيبتي، حاضر. لا لا ما تقلقيش ما تقلقيش، انا اصلا بفكر ابات هنا النهارده. اها شفتي بقى، حاضر. طيب طيب يا ماما، مع السلامه. امي ايوه جميله. ايوه حبيبي، عامله ايه؟ انا الحمد لله تمام. انا لسه عند خالو وهاجي عليك على طول. حاضر، مش عايز حاجه اجيبها وانا جاي؟ طيب اوكي ماشي. وانا كمان. لا اله الا الله. باي باي. نعم، انا عايز اعرف بقى بتضحك على ايه؟ عاجبك انت شغل الترمز اللي بعمله في الموبايل دوت عشان انام في حضن مراتي؟ لا والادهى والانكد بقى، قال ان امي بتقولي ايه في التليفون؟ بتقولي ان انا ابهرك بشخصيتي وعاجبك عشان تحبيني ونتجوز. ايه غريبه؟ بما انك ما تعرفيش طبعا، عواطف حاولت مع نسرين. اول ما نسرين اتخطبت نقلت على نادي، اللي هي اصلا كنت بغير لها البامبرز وانا ثانويه عامه اساسا، وفضلت نسرين بقى تخطب ترجع لنادي، نسرين تفسخ ترجع لنسرين تاني، وهكذا. ست مرات فضلت نسرين تلعبها لحد ما رشت الحكايه على الواد سيف بقى. ده الواد ده ودم تقيل، ما بطيقش دمه، بس جدوده بشوات، والا انا كان لا يمكن اوافق. خلو معلش والنبي ركز معايا، الله يخليك. سيبك بقى من سيف والناس دي كلها، وقول لي انا في موضوعي اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ حبيبي اديني يومين وانا امخمخ لك. يا خالو انت كل شويه تقول لي اديني يومين وهمخمخ لك، اديني يومين وهمخمخ لك. يا خالو هو اصلا ما فاضلش غير يومين، انا كمان شهرين هبقى اب، انت عارف ده معناه ايه؟ حاجه غريبه جدا على فكره. ما تروح لمامتك تقول لها انا اتجوزت وهبقى اب، فيها ايه؟ عايز عمتك تتشل فيها دي؟ يروح لها انا اتجوزت واحده موظفه وامها حكيمه وسبت بنات خالي ملياردير. انت عارفه ساعتها كانت ممكن تعمل ايه؟ كانت هتديني اختيارين، يا اما طلق جميله يا اما تتبرى مني وتعملها. طق ايه؟ اي حد من ولاد عبد الحكيم يعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس يا واطي. ما انت من ولاد عبد الحكيم. لا يا خالو معلش انا اسف، انا واختي وارثين جينات توفيق سكر، رافع شعار القناعه كنز لا يفنى.